حيث أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة جنوب مأرب تقدمات جديدة استطاعت من خلالها أن تسيطر على عدد من المواقع التي كان تسيطر عليها الميليشيات في جبهة منعاء حول جبل الفريحة وكذلك حول جبل اللجمه. وإن شاء الله تزيد هذه النتائج من زيادة السيطرة على عقبة منعاء. كذلك قوة العمالقه الأخرى بإذن الله في الساعات القريبة ستستكمل مع قوة الجيش تلتحم مع قوة الجيش في شرق مديرية حريب من جهة في الجهة الشرقية لجبال منعاء. تدعم القوات ويزيد الخناق على الميليشيات الانقلابية في مديرية عين ومديرية حريب.